بالنسبة للحملة بتاعت اليوم قامت بالتعاون مع الحي برئاسة تيسير بيه عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة وسيادة اللواء اسماعيل وعلي بيه ابو سعود مدير المرافق. حملة مكبرة لرفع جميع الاشكالات بميدان الجيزة نطاق حي جنوب الجيزة بدءا من شفيقة شارع عربية الجيزة وتفرعاته احمد ماهر سعد زغلول الصناديلي ميدان الجيزة استقامة. الحملة طبعا رفع جميع الاشكالات اللي هي بتعوق الحركة المرورية وتعوق المشاة ودخلنا في الشوارع الفرعية احمد ماهر وسعد زغلول طبعا انت موجود معانا وشايف ويمكن على مرمى وبصر جميع الاشكالات طبعا تم رفعها زي ما انت شايف طبعا الوضع وبالنسبه للمحلات برضو مراجعه رخص المحلات ورفع جميع البروز الخاصه بالمحلات اللي هي بتعوق برضو المشاة وبتعوق الحركه المروريه بالشارع. خلونا نتفق